طيب الحاجة التانية، منذ قليل انتهت مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الجمهورية تحت 15 سنة مواليد 2008. على فكرة امبارح لما اتكلمت وقلت الأهلي بيكسب الزمالك في قطاعات الناشئين في جميع المراحل السنية، يمكن في الموسم الزمالك ممكن يكسب مباراة أو يتعادل مباراة، ولكن احنا بنتعامل مع مباراة قطاع الناشئين لأهداف تانية، مش فكرة الاحتفالات أو فكرة الكرنفالات اللي ممكن اتعملت في الساعات الأخيرة، وكأن فجأة الناس افتكرت إن في قطاع ناشئين مهم جدا الناس تتابعه، بس ده لما الأهلي خسر في مباراة كان هو المتسيد في هذا اللقاء. النهاردة منذ قليل انتهت مباراة الأهلي والزمالك تحت 15 سنة مواليد 2008 بفوز النادي الأهلي على الزمالك 3-2، وكان الأهلي متقدم كمان 3-1. معايا على التليفون الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي كان موجود حاليا في متابعة حية جدا لهذا اللقاء عشان يقول لنا كل التفاصيل والأخبار المتعلقة بهذا اللقاء. فاروق مساء الفل. برحب بيك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخلينا محمد عايز اخد من كلامك لانك اثرت نقطه في غايه الاهميه بالنسبه ان في ناس ابتدت تشوف او تتابع مباريات القمه، وان في مباريات الناشئين نسبه يعني بعد فوز الزمالك على فريق الاهلي 2003 في هدفين مقابل هدف في اللقاء اللي جرى مؤخرا. معلش بس يا محمد هخرج خارج اطار المباراه النهارده. طب سريع في احصائيه بسيطه، السنه اللي فاتت النادي الاهلي والزمالك في مختلف بطولات الناشئين التقوا في 13 مباراه. النادي الاهلي فاز في 10 مباريات، اتعادلوا في مباراه واحده، نادي الزمالك حقق الفوز في مباراتين من اجمالي 13 مباراه. في كل المسابقات اللي بكلمك عليها مسابقات الجمهوريه سواء كانت ال 2003 ال 2007 ال 2008 ال 2005. الو يا محمد. ايوه يا فاروق تمام، انا بسجل معاك الاحصائيه. 13 مباراه الاهلي كسب 10 منهم. الاهلي كسب 10 مباريات منهم تمام، واتعادلوا في مباراه واحده، ونادي الزمالك كسب مباراتين منهم. يعني في بطوله 2007 الاهلي فاز 4 في ميت عقبه، وفاز 4 في ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر. منهم انتصارات فريق 2003 السنه اللي فاتت التقى مع فريق الزمالك 3 مرات، الاهلي كسب في الثلاث مرات. فانت بتتكلم في ارقام، الارقام بتقول كده. انت ممكن نادي الزمالك من اجمالي 10 مباريات او 13 مباراه يحقق الفوز في مباراه او مباراتين. لكن يعني نروح بقى لمباراه النهارده. قطاع الناشئين في الاهلي بخير، ولكن اللي عايز يتابع بحياديه بالتاكيد هيرصد هنا ويرصد هنا، ولكن ما علينا. خلينا في ماتش ال 2008 اللي خلص 3-2 يا فاروق، النتائج او التشكيل بالاهداف ومجريات المباراه بسرعه. طبعا يا محمد المباراة دي كانت في الجولة ال 11 لبطولة الجمهورية مواليد 2008. خليني اقول لك النهاردة الحرص التام من قطاع الناشئين، كابتن وليد سليمان، الكابتن بدر رجب. الو فاروق. الفريق في هذه المباراة انا معاك يا محمد. الصوت بس قطع، لو الشبكة عندك غير مكانك بس. بقول لك يا محمد النهارده كان قطاع الناشئين بالكامل، الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، الكابتن بدر الرجب المدير الفني لقطاع الناشئين، كابتن احمد ناجي، الكابتن مؤمن زكريا، الجميع النهارده كان مع فريق النادي الاهلي 2008. النادي الاهلي كان بيدخل المباراه وهو في يعني برصيده من النقاط 27 نقطه، نادي الزمالك كان رصيده من النقاط 25 نقطه. النادي الاهلي كان الو. طب يبدو ان احنا عندنا مشكله في الاتصال، ولكن النتيجه في النهايه 3-2، والاهلي يعتبر النهارده كده ابتعد في الصداره عن الزمالك، وبقى الاهلي 30 نقطه والزمالك ما زال 25 نقطه في دوري الجمهوريه مواليد 2008.